قبل ما انسى، عشان ده احنا ما جبناش لقطات ومش عايزين، يعني مقدم احد البرامج في قناه اخرى دأوبة على انه يستضيف الناس اللي عارف انها هتسيء للنادي الاهلي، ويدعي ان هو بيدافع عن النادي الاهلي باسئله يعني خبيثه جدا. فجاب اتنين، واحد الاول لوحده لاعب كره سابق يتحدث عن النادي الاهلي وتحدث عن البرنامج وعن حضرتك، وقال انه ما يعرفكش وانه مين ده. طيب ثم تحدث عني هرد على اللي يخصني قبل ما اتحدث على بعد كده اللي حصل الاهم والاخطر. خليني بس اقول له، له والغيره من نفس المستوى حتى الذهني والاخلاقي والثقافي، اذا جاز ان احنا ننزل للمستوى ده، معلش المهندس عدلي هقول لكم هو مين، لكن العبد الفقير انا صحفي رياضي بقالي 32 سنه، كون ان في واحد ما يعرفنيش ده حقه، ربما وده حقه برضه، لو كنت اشتغلت صحفي حوادث اكيد كان هيعرفني، لان انا كنت هكتب على حرامي بيسرق كاسيتات العربيات من شارع فيصل، ايوه، ويتظبط عنده في الشقه شوال كاسيتات عربيات مسروقه، كان مؤكد لو انا صحفي حوادث. انت تاكدت من الواقعه دي؟ هكتب بعد اذنك، هكتب عن قضايا بتحصل، واحد يسافر بره في دولة عربية فيتقبض عليه بمخدرات، مخدرات، أو يلقى في صحراء في إحدى دول الخليج عشان قضية ربما تصل إلى حد الأداب. هي دي التفصيلات اللي أنا لو بكتب حوادث أكيد كنت هكتبها، فكنت أكيد هيعرفني أو الناس هتعرفني. ما علينا، سيبكم من الحاجات الشخصيه، لكن مين هو المهندس عادل القيادي؟ الاول بس موضوع الكاسيتات، لاني معلش بعد اذنك، بعد اذنك الكاسيتات، واحد بعد اذنك بعد اذنك الكاسيت بتاعه بالظبط اخوك عاطف اباظه كان واحد طيب، من ما دي اللي اتسرقت عربيته، يعني انت مش بتتبلى بالظبط، بس كان اكيد هيعرفني لو انا كنت بكتب حوادث وكتبت القصص دي.